ولنقاش ملف جريمة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي العراقي زياد السنجري. أهلا بك سيد زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. اتهم أهالي قرية الفرحاتية لواء 42 التابع لميليشيا الحشد باختطاف أبنائهم وإعدامهم ميدانيا. ما الرسالة التي تريد تلك الميليشيات إرسالها بارتكابها لهذه الجريمة المروعة؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. الحقيقة هي الجريمة الجديدة تضع إلى سجل إجرام الحشد الشعبي وميليشياته التي تعمل في المحافظات العراقية في الجنوب والوسط والمحافظات الغربية والشمالية. ميليشيا الحشد الشعبي تضيف إلى سجلها جريمة الفرحاتية والأفيعات في صلاح الدين، وهنا الآن الحديث عن شهادات حية. وصلتني قبل قليل شهادة حية من والد الضحايا، وقال بالنص إنما قتل أولاده واختطف آخرين أيضا هم لواء 42، وهو يتهم بذلك اتهام صريح وواضح ميليشيا قيس الخزعلي العصائب التي سبق دماء أبناء تلك المنطقة. هؤلاء الأشخاص هم من النازحين والمهجرين وعادوا إلى مناطقهم، ولكن للأسف الشديد ميليشيا الحشد وإيران لا تريد عودة أبناء تلك المناطق، مثل ما لا تريد عودة أبناء جوف الصخر وكل المناطق المهجرة في نينوى وصلاح الدين وكركوك وكل المحافظات الأخرى. التغيير الديموغرافي هو غاية تلك الميليشيات عبر الترهيب الممنهج والقتل المتعمد ضد أبناء تلك المناطق. نحن الحديث الآن عن نهج ثابت لتلك الميليشيات، تستخدم أدوات كثيرة منها عمليات القتل التي شاهدنا تلك الجريمة. كل العراقيين شاهدوا تلك الجريمة وتلك هؤلاء المغتورين في صلاح الدين، ولكن أيضا هناك وسائل أخرى منها الأتاوات ومنها الاعتقال والتنكيل والاختطاف وغيرها من الممارسات التي تجري يوميا. أعتقد أن لا حاجة للسيد الكاظم بإجراء تشكيل لجنة تحقيقية. هناك متهمين واضحين لواء 42 وقيادته من ميليشيا أهل العصائب. التسويف مرفوض جملة وتفصيلا. تشكيل اللجان وإقالة قائد ميداني أمر الحقيقة لا يحتمل الآن. ما مطلوب من الحكومة الآن إن كانت جدية أن تقدم الجناح فورا إلى المحاكم المختصة التي لا يمكن أن ترضخ للميليشيات. إذا كان لدينا قضاء حقيقي في العراق على هذا القضاء أن يوجه الاتهام فورا بناء على اتهامات والد في هذا السياق الآن. سيد زياد، كان محافظ صلاح الدين اعترف بأن هناك قوة ترتدي زيا عسكريا وهي معروفة على الأرض هي المسؤولة عن هذه الجريمة. في أي إطار يمكن أن يوضع اعتراف المحافظ، وما مدى تواطؤ الحكومي في هذه المجزرة؟ المحافظ وغيره من السياسيين السنة الذين داخلين هذه العملية السياسية متواطئين بشكل واضح، من الحلبوسي إلى أبو مازن إلى المحافظ إلى الأحزاب التي دخلت في تشكيل هذه الحكومة وشرعت تلك الميليشيات. هذه الميليشيات جاءت بفتوى من السيد علي السيستاني، وهو الوحيد الذي يمكن أن يحل تلك الميليشيات ولكنه يرفض. السياسيين السنة شرعوا وجود الميليشيات الحشد. اليوم من قتل أبناؤنا في الفرحاتية هم أشخاص يتلقون الدعم المباشر من الحكومة، لهم رواتب مجزية، يعتبرون إذا قتل أحدهم من الشهداء جاءوا بفتوى دينية. الكل موغل بدماء هؤلاء الأبرياء من الذين دخلوا هذه العملية السياسية، وتحديدا النواب السنة قبل الشيعة، الكرد والعرب، السنة والشيعة، كلهم مشاركين بدم أبناء الفرحاتية والرفيعات في صلاح الدين. وكل شخص يقتل وكل شخص يهجر وكل نازح يتحمل مسؤوليته الكاملة البرلمان العراقي والحكومة العراقية والمراجع الدينية التي أفتت بوجود الحشد الشعبي الذي يقتل كل يوم المتظاهرين ويقمص المتظاهرين ويقتل أبناءنا في الجنوب وفي صلاح الدين وفي الموصل وفي كل المحافظات العراقية الأخرى.
وفقا لمصادر حقوقية فإن المغدورين هم بالأساس نازحين عادوا قبل 4 أشهر فقط إلى المنطقة. المجزرة يقال أنها جاءت لأحداث موجة نزوح جديدة وإرهاب المدنيين المتبقيين فيها. إلى أي مدى ستستمر الميليشيات بانتهاجها هذه السياسة، سياسة التغيير الديموغرافي؟ الميليشيات لا ترتبط بقراراتها بقرارات الحكومة العراقية، إنما تأخذ قراراتها من إيران، ولعل أبسط دليل على ذلك هو استهداف المتكرر إلى المطارات والسفارات والبعثات الدبلوماسية والقوات الأجنبية في داخل العراق. هي تأخذ أوامرها من إيران، وعندما تفاوضت إيران على إطلاق أموالها المجمدة في بغداد مقابل هدنة 40 يوم فقط، توقفت تلك الميليشيات وأصبحت الحارس الأمين للسفارة الأمريكية وغيرها من البعثات الدبلوماسية. هذه الميليشيات ترتبط ارتباط مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، ومن يريد أن يوقف عمل الميليشيات عليه أولا أن يتفاوض مع إيران أو يقوم بكبح جماحها عسكريا، وهذا الحل الوحيد. ولا أعتقد بأن الحكومة قادرة أو القوات الأمنية العراقية قادرة، لأن شاهدنا تلك القوات الأمنية وهي تقف عاجزة أمام حرق مقرات الحزب الديمقراطي في بغداد. ضربت تلك الأمثلة بشكل واضح ومتعمد حتى أبين للعالم وللكل عبر منبركم بأن ما موجود من قوات أمنية عراقية لا تستطيع أن تحرك ساكنا أمام أصغر عنصر في ميليشيا الحشد. أكبر ضابط يتم اعتقاله هو إهانتهم من قبل عناصر ميليشيا الحشد ولا يستطيع أن يتحرك أمامهم. كذلك السياسيين عاجزين أمام قوة ميليشيات الحشد التي تمتلك السلاح وتفرض نفسها على الساحة العراقية وتقنص المتظاهرين وتقتل أبناء الجنوب المعارضين، وكذلك تهجر وتقتل النازحين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم ومناطقهم، ليس في صلاح الدين فقط وإنما في كل المحافظات العراقية الأخرى. شكرا جزيلا لك الإعلامي العراقي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.